حدث في مثل هذا اليوم أحداث عدة تزامنت مع يوم 21 من يناير، نبدأها من عام 1793 حيث أعدم الثوار الفرنسيون الملك لويس السادس عشر باستخدام المقصلة. وفي عام 1917 وقع زلزال في إندونيسيا أدى إلى وفاة ما يقارب 15,000 شخص. وفي 21 من يناير عام 1930 اكتشف العالم الفلكي كلايد تومبو كوكب بلوتو، وهو أصغر كواكب المجموعة الشمسية التسعة وله 5 أقمار. وفي عام 1954 تم الإعلان رسمياً عن أول غواصة وصلت القطب الشمالي، وهي الغواصة USS ناوتيلوس، صنعتها شركة جنرال داينامكس لصالح البحرية الأمريكية. وفي عام 2016 لقي 41 شخصا مصرعهم وأصيب 66 آخرون جراء حادث انحراف قطار عن مساره في الهند. ومن مواليد هذا اليوم عام 1889 الممثل المصري نجيب الريحاني، وهو ممثل فكاهي مصري ويعد أحد أبرز رواد المسرح والسينما في الوطن العربي عموماً ومصر خصوصاً، ومن أشهر الكوميديين في تاريخ الفنون المرئية والعربية.